احيا لست ادري كيف احيا لست ادري لست ادري كيف احيا واعيد الذكريات لست ادري كيف احيا واعيد الذكريات حبنا امضى بعيدا خلف اضلال الحياه حبنا امضى بعيدا خلف اضلال الحياه كلما مر نهار وتوالت منسيات لعب الشوق مساكم الله بالخير مشاهدينا ويا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الموتر 2 اللي يقول احنا مقصرين مع الموستنج صح قصرنا لكن اليوم بنطيب الخاطر اليوم اخوي العزيز المحترم الطيب الغالي ليمته مشاهدينا حمود المصباح رفيجنا حمود المصباح من محبين الموستنج اليوم يتحفنا بموستنج 69 بوس بدايته 69 70 ووقف ردوا 2012 و2013 ردوا ب 2012 و2013 بالخمس الألوان المعروفة اللي بدأ فيها بال 69 البوس الموستنج لكن الموستنج بدايته الكل يدري عام 64 لما نقول موستنج نقول 64 ونص بدايته لكن اليوم هني اللي بنحكي عنه الموستنج البوس 69 اللي كانت له قصص ويا اخوي حمود المصباح شلون انعجب فيه شلون لقاه طايح براحه بشويخ وكانت حالته مهتمله لا حالته كلش تعبانه شلون عزم محمود المصباح وحط السيارة براسه لا حطها بعينه مشاهدينا لا حطها فقام وشرى السيارة وجددها ورد السيارة لينك ردها صح وفوق كل هذا وهذا خذ أختها الألفين واثنعش أبنزل الحين من السيارة وأكمل لكم هذه القصة العظيمة للموستنج البوس 69 مشاهدينا طفينا الموتر ونكمل الحكي ونقول الخمس الألوان اللي نزلت على البوس البرتقالي والبرتقالي شوي أقوى من البرتقالي الأحمر الأصفر الأخضر حمود المصباح قاعد ورا الكاميرا يأشر لي بفنيلته زرقاء الأزرق برتقالي أحمر أصفر أخضر أزرق برد مشاهدينا حمود المصباح يوم شاف السيارة ترى حالتها تعبانة وقام شرى السيارة وجددها إلى أن رداها أو ردها بهالشكل الحلو الجديد 69 70 نزل البوس شنو الأسباب الأسباب كثيرة راح أقول لكم يا كيف أحيا لست أدري لست أدري كيف أحيا وأعيد الذكريات لست أدري كيف أحيا وأعيد الذكريات حبنا أبقى بعيدا خلف أضلال الحياة حبنا مشاهدينا حبيبنا حمود ولد المرحوم الله يرحمه حمد المصباح اذا نقول حمد المصباح الله يرحمه رجل راعي سيارات معروف يعني
وحمود ايضا طلع على الله يرحمه والده وقنص 69 وجددها وردها جديده. واقول لكم قصه البوس 69 ذاك الوقت شركه الترانز ام البونتيك سووا سباق، فقامت الشركات تبي تشارك في هذا السباق. المبر نزل الدوجات اللي عندها كم نوع، الفورد نزل البوس، الجي ام نزل، الكل شارك في هذا السباق في عام 69 70، ففرضوا بعدد معين على سيارات انها تنزل مثل البوس. طبعا البوس نزل 69 70، سيارتنا ماكينتها 302، طبعا تي غير عادي 4 غيار. اخوي حمود حمد المصباح 69 و70 وقفت، ردوا تصنيع البوس نفس الشكل 2012 2013، قام خذها هذه يعني السيارتين حقه. نشوف التخطيط واحد، كلمة البوس على جناب مع التخطيط الجانبي نفس الشيء، برتغالي برتغالي. ف نحكي اكثر هنا على 69 اللي هي فورد موستنج 69 بوس. قلنا الماكينة 302 لكن ما يمنع ان البوس نزل 6 سلندر ونزل 8 سلندر بال 289، وايضا نزل 302 وايضا نزل 351 ونزلت 429 على البوس اللي في سباقات النايس كار. لكن هذه تعتبر المدنية اللي نزلوا عليها 302 يعني سباق التركات على قولتهم. هذه البوس من أجمل وأحلى السيارات. اليوم قاموا ينعدون على صابع، يعني لو مو الربع يبون من أمريكا هالسيارة صعب تلقاها بالكويت ذاك الوقت، لأن تدرون احنا صارت عندنا مغاطعة مع الفورد في الستينات. راح أكمل لكم عن حلاوة السيارة، لا أكمل لكم عن داخلية السيارة والتسعة والستين والسبعين بشكل عام، حتى الطير يقول لي كمل البوس. أهنيك أخوي حمود حمد المصباح على السيارتين الحلوين. وعلى فكرة مشاهدينا 2012 هو الطبق الأصل للتسعة وستين. يقول المصباح 2012 نزلوا 4000 حبة، ويقول المصباح 2013 4000 حبة، يعني المجموع 8000 سيارة اللي ردوهم البوس. إذا حكي عن التسعة وستين أرجع حق سيارتنا اللي هي عنوان حلقتنا اليوم الموستنج البوس 69. يقول المصباح ان الرنج 15، يقول انا اعطيت الرنج 17 كوقفه احلى للسياره. اقول المصباح على طاري سباق الترانز ام شنو كانت حصل على مراكز؟ يقول كانت المراكز الاولى. ايضا اذا نتكلم عن داخليه السياره، داخليتها جدا عاديه طبعا، فور سيت وجلد كلها جلد. وطبعا الفور سيت سيارتين وايد اللي هي وبابين كلها فور سيت، يعني هي على اكثر من سياره كلها تي فور سيت. ايضا تصير مخففه دائما، سيارات السباقات تكون مخففه، يعني يمكن حتى مجمع سكان ما في سكان عادي، ها مو باور ستيرنج، يعني في مجمع بس مو باور ستيرنج عفوا. يقول لي المصباح قبل شوي قلت حق المشاهدين انه يت 350، ما يت 350 الا الموستنج العاديه،
لكن البوس يت 302، الروس 351. الروس يقول على قولت المصباح يقول مصارين 302، قلت هذه دياية مو مكينة. فمكينتنا 302، 300 الروس 351. طبعا مشاهدينا، والله يا محمد الرضا خوش كادرات، الله يعطيك الصحة والعافية. هذا يعني اللي قدرنا نحكي فيه اليوم احنا مع فريق العمل عن الموستينج 69 للبوس. ان شاء الله الله يقدرنا ونعطيكم بعد موستينجات. المصباح يأشر لي يقول اصعد الى 2012. لا لا انسى، انا القلب هني، كل شيء عتيج. تبيني اركب جديد؟ لا، 69. شوفكم على خير، في امان الله مشاهدينا. واسمع صوت الاكزوز ابو جاسم، اسمع صوت الاكزوز. Fuck.